طيب خلينا ننتقل بقى حوار آخر ونتكلم عن الناس اللي نفسها ان هي تكمل على نفس العادات ونفس الروحانيات ونفس الالتزام اللي هم التزموه في شهر رمضان، يعملوا ايه ونعرف ازاي اذا كان احنا ربنا تقبل مننا ولا لا؟ جميل، حلوة الأخيرة دي. دي حلوة. بصي حضرتك، انت في شهر رمضان كنت بتعملي ايه؟ هل انت كنت مفرغة نفسك للعبادة التامة والروحانيات والتراويح وقيام الليل والقرآن واتفتح بكثرة والكلام ده كله، ولا كانت الأمور يعني فلتت مننا؟ هنقول بقى الفرق بين الاتنين كبير الحقيقة. تمام. لأنه اللي تعبد كتير واللي حافظ على كل صلواته وركز وقته قوي لقيام الليل والتراويح والدعاء، وكان هو واقف في ناس بنشوفها في الصلاة بتبقى عايشة زي ما بيقولوا أرحنا بها يا بلال، أيوة. بتبكي من خشية الله في صلاة القيام والتراويح، وبيبقوا عايشين قوي في الدعاء ويقولوا يا ريت السنة كلها رمضان، يا ريت نبقى كده قريبين من ربنا. أيوة. في ناس كانت صادقة فدي مش هتقع بعد رمضان، وفي ناس كانت قدامك واتقالت لي في يعني بوستات كده وحاجات جات لي وأسئلة، كان قدامك عاملة زي سيدنا أبي بكر وفي بيوتها وبره زي ابي جهل. يا ساتر، شوف ازاي. انت بقى ايه بتخدع مين او انت بتخدعي مين؟ ربنا. انت بتخدعي ربنا، بتخدع نفسك. بتخدع نفسك بالظبط ولا بتخدعي الناس؟ لا لا، بتخدع نفسك طبعا، بتخدعي نفسك. ربنا. فالناس دي بعد شهر رمضان تقع ما تكملش. انما الناس اللي هتلاقيها قريبه قوي كانت من ربنا في شهر رمضان وعملت كل حاجه، هتشوف بعد شهر رمضان العلامه. ايه بقى العلامه؟ ايه بقى يا دكتور؟ كملت ولا ما كملتش؟ يعني في قيام ليل، في قرآن، في صدقات، في دعاء، بس مش بالكم بتاع شهر رمضان لان الحياه هتختلف. الدوام على الحاجه في اللي العبادات دي ولا ما فيش؟ في. طب اعرف منين ان انا ربنا تقبل مني؟ لو لقيت نفسي مقبله على الحاجات اللي بقول لحضرتك عليها دي، مش يعني يجي الاذان شويه بقى، احنا كنا بنجري في رمضان. طبعا. لا شويه بقى، ما هو لسه بدري، لسه الوقت. خافي لانك مش مقبله على العباده ولا الطاعه. لانه شهر رمضان ده احنا بنسميه بطاريه شحن. البطاريه دي عباره عن شحن ل 11 شهر قدام. الله، حلو قوي التشبيه ده. كويس كده. فانت حضرتك معاكي لسه الباور، لسه خارجه بيه، معاكي القوه. ازاي من 7 8 يوم او 3 يوم تقعي تخلص؟ لا، يبقى البطارية. انت ما كنتيش صح. لا يبقى لا لا، يبقى البطاريه فيها حاجه غلط. ما كنتيش صح. خلاص. وبعدين شهر رمضان برضو بنسميه مدرسه ايمانيه، عامله زي كده فيها فصول. المدرسه فيها فصول، صح؟ فصل القران وفصل الصيام، صح. فصل قيام الليل، فصل الصدقات. كل فصل خدت فيه كام من 10؟ نجحت فيه بقد ايه؟ ففي الاخر هاخد شهاده ولا مش هاخد؟ هاخد. اسمها ايه شهاده دي؟ ايه بقى؟ شهاده المتقين. ربنا بيقول في القران انما يتقبل الله من المتقين. يتقبل من فين؟ المتقين. الناس اللي بتتقي ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم وخافت وجسمها اشعر وكانت بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بخشوع ودموع وتقول له ما تخرجنيش من شهر، ما يخلصش شهر رمضان. الناس دي ما تقعش. واللي كان بيقول الحمد لله امبارح كان رمضان خلاص خلصنا النهارده نخرج وفتحنا ورحنا السينما، لا حول ولا قوه الا بالله. والحمد لله، ده انا تعبت تعب. تعبت قد ايه يا حبيبي؟ ده انا قمت ليلتين كاملين في ليله الوتريه. الله، برافو، برافو جدا والله العظيم. وحد يقول لك ده انا كنت ما بنشنش، انا اشتغلت يا دكتوره 30 يوم. ما شاء الله، لا قوه الا بالله. وحالك ايه دلوقتي؟ بقرا قران وبصلي وبتصدق وكل حاجه زي رمضان بالظبط، بس يعني بدل ما كنت بقرا جزئين بقيت نص جزء. وماله؟ وصلت المعلومه. حلوه قوي يا دكتور. ها؟ وماله؟ يبقى احنا عشان نعرف ربنا يتقبل منا وكنا من المتقين ولا لا، حالنا دلوقتي النهارده واحنا هوا اهو، حالنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين راغبين لما نروح النهارده هنصلي قيام ليل. ايوه، بنحافظ على الصلاه في وقتها طبعا، قريبين من ربنا، بنقول له تقبل منا ولا لا. لان الصحابه كانوا 6 شهور بعد رمضان يعملوا ايه؟ اللهم تقبل منا شهر رمضان. الصحابه بقى 6 شهور، ست شهور بعد رمضان وست شهور قبل رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فانت حضرتك عايزه ايه؟ عايزه تقولي له تقبل مني. هو انت ضامنه معاكي حضرتك صك الغفران؟ معاكي الصك اللي بيقول لك ان ربنا غفر لك وخدت ليله القدر؟
انت كنت متقيه، ربنا بيتقبل من المتقين. ايش عرفك ان انت متقيه؟ ايش عرفك انك خدتي الغفران والسماح؟ بنقول في علامه قبول، لكن انا لا اتقلى على الله. انا ما اخرجش من رمضان اقول له طبعا يا رب غفرت لي، طبعا يا رب اديتني ليله القدر وخيرها واجرها وخلتني يا رب في اعلى العليين. يا سلام، لا انا طبعا عملت اللي عليا وكله انا خلاص. عملت اللي عليا اهو اهو، خليك شاهد انا عملت اللي عليا. لا طبعا مفيش كلام من ده، ده انا بعمل وخارجه وبحاول اجتهد وخايفه الا يقبل العمل، ما يكونش تقبل مني، فبقعد اقول له اللهم تقبل، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم خليني يا رب من عبادك الصالحين وخليني اكمل على نفس الوتيره. الله، يعني والله كلام بجد، يعني لو الواحد فعلا مش ماشي على الروشته اللي حضرتك بتقوليها دي الواحد يتكسف من نفسه.